نشوفوا النشاط العلمي ونشوفوا اتعرفوا الضغط الجوي. تسمع بالضغط الجوي ياك؟ ايه. فين تنسمعوها؟ الضغط تنسمعوها في ارصاد جوية. دير واحد الخريطة قدامها ياك وتتبين لك واحد المنطقة من المناطق في العالم مثلا، وتكون مرسوم عليها خطوط بهذا الشكل ياك. تقول لك مثلا هذا منخفض جوي او مرتفع جوي. غلاف هوائي يحيط بالارض ويضغط بثقله على الاجسام ياك. لاننا شني معناتها الكره الارضيه بهذا الشكل ياك، هي بحال هذا الشكل. وشنو تيحيط بها؟ اكسجين. تيحط بها الغلاف الجوي. الغلاف الجوي علاش سمينا غلاف جوي؟ حيت مغلفه، فهمتي ولا لا؟ حيت الارض ما غاداش بوحدها، فهمتي ولا لا؟ يعني مثلا الأرضية هذه فيها اليابس، فيها المحيط إلى آخره، يعني بالناس اللي فيها، بالقال الأحياء اللي فيها. إذن هاد الأرض على واحد المسافة منها ياك تحيط منها، تحيط بها الغلاف الجوي. يعني هذاك الغلاف الجوي متكون من الأكسجين، الهيدروجين، ثاني أكسيد الكربون، يعني بداك التلوث ديالو، بداك الصفاء ديالو إلى آخره ياك. مش منشو ها؟ وكاك تصايب. هاكا يعني الارض تتحرك فواحد المسار وغادا بالغلاف الجوي ديالها. الجوي كل ما طلعتي مثلا في الاعلى تينقص الاكسجين، حيت الاكسجين تقريبا قريب الارض هنا، فهمتي؟ لو بقيتي تطلع مثلا هنا، يعني شنو تيكون؟ تيكون الاكسجين ناقص، فهمتي؟ حتى تخرج من الغلاف الجوي. هذاك الشيء علاش الناس دابا اللي تيركبوا الطيارات مثلا، خاصه اللي تتمشي في الاجواء العاليه، اش تيستعملوا؟ تيستعملوا داك لي كاسك، يعني بحال الكاسك ديال الموتور، ولكن تيكون مزدود مزدود، وفيه واحد يعني مزود بواحد التويو. داك التويو تيعطي الاكسجين للشخص اللي تيسوق الطياره ياك، باش ما يفقدش الاكسجين ويفقد الوعي ديالو ياك. كذلك من بالنسبه لرواد الفضاء، رواد الفضاء تشوف تيطلعوا مثلا للغلاف كواكب اخرى، ماشي بالضروره تيطلع الكواكب، يعني تيكونوا غير في هذه الاجواء. انا بحال تكون المحطه ديال المحطه الفضائيه تكون بحال هكا، يعني قد ما تتبعد انت من هذا من الارض قد ما تتنقص كما قلنا الاكسجين، وايضا تتنقص الجاذبيه. يعني قد ما قربتي انت الارض تتجرك الارض بواحد السرعه كبيره ياك، ولكن قد ما بعدتي ما تتبقاش جاذبك ديك الجاذبيه. يعني ان الانسان يقدر مثلا الا هو ما غيقدرش يعيش، فهمتي، في هذه المنطقه علاش؟ لان فيها ما فيهاش اكسجين. ولكن هنا فرض مثلا بان فيها اكسجين مثلا وطلقوك في هذه البلاصه، غتبقى غادي رايح، يعني ما غاديش تطيح الارض، فهمتي؟ غتبقى تدور. وهذه هي الطريقه اللي دايرين فيها دابا الاقمار الاصطناعيه، فهمتي؟ الاقمار الاصطناعيه شنو؟ يعني تتحرك في الفضاء، يعني ليبر، يعني ما تثبتش الارض. علاش؟ لان هذه المنطقه اللي هما فيها اصلا هما دارسين ذوك العلماء اللي حاطين هذه المركبات الفضائيه، حاطنا في واحد المدار اللي ما فيش الجاذبيه كبيره، يعني تيدوروا براحتهم ياك. يعني ما عمرهم غينزلوا للارض الا على واحد المسافه ديال الوقت، مثلا على 15 عام او شي حاجه بحال هكا ياك. المهم نرجعوا للغلاف الجوي ديالنا. الغلاف الجوي ديالنا تنعرفوا بانه كما قلنا مكون من الغلاف الجوي مكون من واحد المساله اخرى مهمه، وهي الاوزون. يعني في الاخر ديالو، في هذا الاخر ديالو، ملي تنتكلموا على الاخر ديالو راه يعني على العشرات الكيلومترات، فهمتي؟ في هذا الاتساع بحال هكا، يعني تناخذوا ديك الطبقه الاخيره مثلا فيها الاوزون، يعني او 3 ياك، تسمى الاوزون. يعني مكون من كل جزيئه مكونه من تعداد الذرات ديال الاكسجين ياك. هذا الاوزون ياك، هذا الاوزون هو اللي ما تيخليش الاشعه ديال الشمس في الجو ككل، يعني تيلعب الدور ياك، تيلعب الدور اللي قلنا دابا انه تيعكس الاشعه ديال الشمس، ولكن بالنسبه للاوزون تيلعب الدور الاكبر. هذاك الشيء علاش نتكلموا مثلا تنسمع مؤخرا كاين واحد الثقب ديال الاوزون ياك. تنقولوا مثلا كاين الثقب ديال الاوزون تيخلي الاشعه ديال الشمس تدخل بواحد الكثره، وتيخلي داك الجليد اللي عندنا في القطب الشمالي يذوب، وبالتالي تيشكل لنا هاد الفيضانات اللي عندنا، الثلوج وديك المتجمده بالخصوص في القطب الشمالي تذوب وتتخلي المحيطات يتزاد فيها الماء ياك. وغادي يكثر التبخر، وغادي يكثر بزاف ديال الامور اللي غتخلي شنو؟ فيضانات، غتخلي الفيضانات تكون ياك. المهم هذه من المسائل. كذلك من ناحيه تغير الطقس ديال، تلقاو مثلا منطقه
تكثر فيها فيضانات، منطقه تكثر فيها الجفاف الى اخره، تقول بان هذه من الاسباب ديالها. هذا الغلاف الجوي اللي تنتكلموا عليه وتكلمنا بخصوص على الثقب ديال الاوزون، يعني هاد الاوزون شنو السبب اللي خلاه يوقع لي هذا المشكل؟ هي ديك المصانع اللي عندنا في الارض، تيطلع منها داك الدخان وتتفاعل مع الاكسجين ياك. كما تتفاعل عندنا حنا مثلا، تنعرفوا مثلا حنا مثلا الانسان ملي تستنشق اكسجين اللي هو او2 ياك، وشنو تتخرج؟ تتخرج سي او2، يعني هذا الاكسجين تياخذ معاه الكربون ياك. كذلك هذا او2 ملي هاد اطروا ملي تطلع له هذا الكربون ديال هاد المصانع اللي كاينه عندنا حنا في الارض، تتفاعل معاه وتيعطينا شي جزيئه اخرى، بحال هذه ديال السي او2. هذا السي او2 ولا جزيئه اخرى، فهمتي؟ يعني ولات واحد مكون اخر، فهمتيني ولا لا؟ مثلا نعطيك مثال باش تفهم. دابا الماء الاكسجين تنعرفوه، والهيدروجين تيعطي تيشعل العافيه ياك. هذا الهيدروجين شنو الهيدروجين؟ الهيدروجين هو جزء من المكونات ديال الطبيعه اللي عندنا، ولكن هاد الذره ما تاخذهاش كذره، تاخذ جزيئه يعني او2 ياك، تاخذ الاكسجين اللي هو او2 ياك. الاكسجين فيه جوج ديال الذرات ملاصقين، ملي تيدخلوا عندنا حنا تيخرجوا معاهم الكربون ياك. يعني لما استنشقتيش هذا الاكسجين ما تقدرش تخرج الكربون، فهمتي ولا لا؟ اذا هذا كوسيله باش تخرج انت هذا الكربون. بحال اللي بحال دابا غتغسل شي وسخ، شنو غتستعمل؟ الماء. تستعمل الصابون ياك. الا ما درتيش داك الصابون ما يخرج داك الوسخ. كذلك هذا الكربون عندنا حنا اللي تنستنشقوه ما يمكنش ليه يخرج الا الا كان هذا الاكسجين ياك. اذا هذا الاكسجين عزيز عليه الكربون، الكربون حتى هو عزيز عليه الاكسجين، الا شافوا بعضياتهم تيتلاقاو، فهمتي ولا؟ يعني هما هكا في الطبيعه هكا مخلوقين. اذا الله هذه من السنن ديال الله اللي خالقه في الحياه. اذا بالنسبه لهاد الاوزون اللي تنشوفوا اللي تيشكل يعني الطبقه الاخيره ديال الغلاف الجوي، هاد الدخاخه اللي تطلع ديال الوزينات بصفه عامه هي اللي تتاثر عليها. وهداك الشيء علاش مؤخرا ولاو تيركزوا الدول على المصانع انهم ينقصوا من انبعاثات ديال الغازات. يعني تقول لك هذيك الغازات نقصوا منا، راكم غتخرجوا لنا على الارض ديالنا، فهمتي؟ يعني ما تستعملوش التلوث ديال البيئه، ومن هذا التلوث اش كاين؟ التلوث ديال الاجواء. المهم نرجعوا لهذا الغلاف الجوي، هذا الغلاف الجوي اللي محيط هذا تيشكل واحد الثقل، فهمتي ولا لا؟ يعني رغم ان الهواء تنشوفوا تقريبا لا وزن له، ولكن ملي تتولي الكيلومترات مئات الكيلومترات في السماء، اذا راه عنده واحد الثقل. تصور راسك انت دابا دخلتي تحت واحد واحد دخلتي لواحد طابله واحد الباصه عامره ماء كبيره ياك، دخل هذا المسبح ودخلتي للداخل ديالو، راه غتحس بالماء بانه تنزل عليك، متقل عليك، فهمتي ولا لا؟ اذا انت دابا ملي غتدخل غتحس بهذه المساله. علاش؟ لانك انت مولف الريح اللي هو اخف منه. ولكن مثلا بالنسبه للحيوانات اللي تتعيش في وسطه، واش غتحس بداك الثقل؟ لا ما غتحسش بيه. علاش؟ لانها ولفاتو. كذلك بالنسبه حنا كانسان كناس اننا عايشين يعني في الارض، في هذا الغلاف الجوي اللي محيط بالارض، حنا ولفناه، فهمتي ولا لا؟ ولفناه الجاذبيه اللي خرجت تفهمها، لان حتى التجارب هي تتبين هذه المسائل، فهمتي؟ فمثلا هاد رواد الفضاء اللي تيخرجوا للمحطات الفضائيه اللي كاينين ياك، تيبقاو فيها مثلا 7 شهور 8 شهور عام الى اخره، ملي تيرجعوا للارض ما تيقدروش يتمشاو. علاش؟ علاش ما تيقدروش يتمشاو؟ فين هاد رواد الفضاء اللي تيطلعوا في مركبه فضائيه لهاد المحطات الفضائيه، تيجلسوا تما 8 شهور عام الى اخره، عاد تيرجعوا للارض. وهاد المده كلها في البدايات ديال هاد الناس ملي كانوا تيطلعوا لهاد المحطات، كانوا تيديروا التجارب ديالهم هنا، تيعيشوا عاديين، تيتحركوا الى اخره. ملي تيرجعوا للارض اش يوقع لهم؟ ما يقدروش يتمشاو. علاش ما يقدروش يتمشاو؟ حيتاش ما كايناش الجاذبيه. ما كايناش الجاذبيه، ولا ما كاينش الجاذبيه شنو غيوقع عليهم؟
شنو وقع لي؟ تمشى في الارض. مدينه اي ما قدرتش تمشى في الارض لان ما كاينش، لان تما كانوا عايشين في واحد المنطقه ما فيهاش جاذبيه. اذا شنو هي تما المشكله اللي كاينه ديال الجاذبيه؟ شنو هي كاينه المشكله ديال الجاذبيه؟ هو ان الرجلين ديالنا ياك متعودين يهزوا هاد الثقل، الثقل ديال الجسم، فهمتي؟ اذا هنا في الفضاء واش غيكون شي ثقل ديال الجسم؟ لا ما يكونش ثقل، لان ما كاينش جاذبيه، ما غيحسوش بالثقل ديال الجسم، وبالتالي هاد العضلات ما غيخدموش. ملي ما غيخدموش غيبداو يموتوا، فهمتي؟ ديك القوه ديالهم تتمشي. ملي غيرجعوا للارض غادي يعاود يرجع الثقل ديال الجسم. اذا ملي غيعاود يرجعوا للارض غادي يعاود يمشي ليهم، غادي يرجع الثقل ديال الجسم ياك. وبالتالي شنو غيلقاو راسهم؟ غيلقاو راسهم هاد الثقل ما معودينش عليه، وبالتالي ما غيقدرش السيد يتحرك. الحمد لله. هذاك الشيء علاش في الفضاء سيديرو تيديروا لونطريمون بحال هاد لونطريمون، يعني تحركوا رجليهم. الانسان تيجلس بحال هكا ياك، وتيشد رجليه بحال هكا، وتيديروا بحال شي حاجه تيجبدوا ياك، تيبقى يورك عليها بحال هكا، تيبقى يورك عليها باش يخدم هاد العضلات. ياك هذا مثال. اذا هاد الناس ملي ما كانوش في الارض شنو كان وقع عليهم؟ انهم ما كانوش تيخضعوا للجاذبيه، وما كانوش يخضعوا للضغط الجوي، فهمتي ولا؟ الضغط الجوي هو تيلعب دور، فهمتي ولا؟ وبالتالي انهم اللي كانوا في هاد المركبه الفضائيه ما كانش الجاذبيه وما كانش الضغط الجوي تينزل عليهم، وبالتالي ملي رجعوا للارض ما قدروش يتمشيو. اذا فهاد العوامل اللي تنتكلموا عليها دابا ديال الضغط الجوي اللي ما تنحسوش به لاننا حنا ولفناه، فهمتي ولا؟ وهاد العضلات ديالنا كلها بما فيها يعني ديال المشي ولا ديال التنفس الى اخره كلها ولفات هاد الضغط هذا. حنا بيدنا دابا الا مشينا لشي منطقه اخرى ما فيهاش الضغط الجوي غتحس براسك ماشي هو ذاك، علاش؟ لان حنا ولفنا هاد الضغط الجوي، فهمتي ولا؟ يعني متوافق مع الحياه ديالنا. لكنه كما كان الحال واخا حنا ما تنحسبوش الا انه هو راه موجود، فهمتي ولا؟ يعني تيتعبر وتيتحسب وتيفيدنا في بزاف ديال الحوايج. من هاد المسائل اللي تندرسو مثلا هنا ياك. اذا شنو قالك هنا؟ قالك الجو غلاف هوائي يحيط بالارض ويضغط بتقريع الاجسام. شنو فهمتي منه؟ شنو فهمت هنا؟ الجو غلاف هوائي يحيط بالارض ويضغط بتقريع الاجسام. شنو فهمتي؟ غلاف الهوائي تيحيط بالارض. ايه يعني هذا هو الجو، هذا هو الجو، فهمتي؟ ملي تنتكلموا على الجو يعني هو داك الغلاف الجوي ياك، هو داك الشيء اللي محيط بالارض. مالو هذا الغلاف الجوي شنو عنده؟ كيضغط على الثقل ديال الاجسام. شنو مال الاجسام مثلا اللي تيضغط عليهم؟ الاجسام ديالنا. ديالنا وشنو الاجسام الاخرى؟ كتاثر على الرجلين. هي من غير هذا الشيء شنو مال الاجسام الاخرين؟ من هذه، فهمتي هذه شنو؟ هذه شنو المعنى ديالها؟ هذه معنيتها اننا خوينا الهواء من الداخل ديالها، الهواء حيدناه. تصور مثلا هذه درناها في وسط الماء، فهمتي ولا لا؟ دابا دخلنا في وسط الماء هاد المنطقه ولا هاد الغرفه كلها عامره ماء ياك، ودرنا لها بحال هكا وبغينا نجروها، شنو غيوقع؟ ان الماء مورك وباغي يدخل في بلاصه لداخل، فهمتي ولا؟ يعني الماء شنو واقع له؟ يعني هاد البلاصه اللي خاويه داخل ديال هاد الجلده مورك دير الجهد ديالو، داك الثقل اللي نازل مثلا معمر هو معناتها واحد المستوى ديال 3 متر ولا 4 متر الى اخره ياك، داك الثقل ديالو نازل وباغي غير امتى يدخل؟ علاش؟ لان هاد البلاصه خوات من الماء لداخل ديال الجلده. ودابا كون كانت الجلده عامره ما واقفه، واش داك الماء غادي ينزل على الجلده؟ لا ما ينزلش. علاش؟ لان الجلده ولات فوق الماء، فهمتي ولا لا؟ يعني شنو ولات؟ ولات الجلده تتولي الجلده بحال هكا ياك، والحيط هو هذا وعندنا الجلده هي هذه ياك. اذا هاد البلاصه عامره ما ياك، اذا هاد الماء تيضغط. علاش تيضغط؟ تيضغط على الجلده، ولكن الجلده راه شاده هاد الماء هنا،
ما يخلاش تهودي ولا لا؟ ولكن حنا عندنا الجلدة في هذه الحالة اللي عندنا هنا شنو واقع ليها؟ اللي واقع ليها شنو واقع ليها؟ اللي واقع ليها هو أن هذه الجلدة ياك؟ هذا هو الحيط مثلا ياك؟ هذه الجلدة كان فيها الهواء هنا كانت واقفة ياك؟ والبلاصة الماء لا دابا نرجعوا للهواء دابا المرا فهمتك كيفاش ديكو دابا انت غتفهم الهواء دابا الهواء هو هذا كاين برا عاوتاني الهواء هذا الهواء تيضغط حتى هو تيضغط على الجلده ولكن واش غيعوج الجلده لا غيعوج علاش لان هي اصلا عامره هواء فهمتي لا يعني هذه الجلده اللي هنا واخده راحتها فهمتي ولا لا واخده راحتها علاش بحال شي شخص مثلا نعطيك مثال بحال دابا انت هو هذا الشخص ياك وعندك هذا الشخص اللي هنا هذا اللي جا دفع هذا على غفلة واش يدفع ولا ما يدفعوش يدفعوا ولكن لنفرض عندنا شخص هنا شاد واحد الشخص اخر هنا ياك شادو مثلا ياك تيدفعوا دافعوا بحال كواق موقفوا جا هذا دفع واش هذا غيدفع لا ياخذ راحته ياخذ راحته لان هذا شادو فهمتي ولا واخا يدفعوا هذا مكالي فهمتي ولا او مثلا نفرض بانه واقف على حيط هالك جا دابا بغى يدفع واش غيتحرك لا بلا ما يبدل هذا مجهود فهمتي لا اذا كذلك هاد الجلده اللي هنا واخا يدفع هاد الريح هي واخده راحتها علاش لان هاد الهواء اللي هنايا شادها مكاليها فهمتي لا يعني موقفها يعني هاد الهواء اللي هنا موقف هاد الجلده اصلا عامرها اه وملي تنتكلموا على هاد الجلده بانها عامره هي ملي ناخذوها هنا عاديه تنهزوها في الجلدة ها هي واقفه علاش ما تعوجاتش بحال الكراسه جاو تعوجات علاش لان هي دابا شنو فيها فيها الهواء ها الهواء تيدفع هنا وهذا تيدفع هنا واش الجلده غتعوج لا غتعوج لان واخده راحتها ولكن الوقيته اللي تنديروا حنا بحال كلشي يوقع لها تتخوى من الداخل من الهواء ياك وملي تنطلقوا شي يوقع ان هذا الهواء تيبغي انت يدخل فهمتي ولا يلقى اذا لقى منين يدخل تتعاود توقف بحال اللي وقع لها دابا شتي دابا الهواء راه دخل من التحت وعاود شد راحته بحال اللي بغى نقول يعني دخل لهاد البلاصه هنا فهمتي يعني دابا راه دخل وخذ راحته يعني وقفها يعني ما بقاتش تبدل ليا مجهود ولكن الوقيته اللي تنديروا لها وتطلق لنفرض بان ما طلعاتش بحال اللي واقع في هذه الحاله اللي هنا شيوقع هي اني بقى الفراغ لداخل يعني لداخل ما كاينش لا علاش بقات هي مضغوطه بحال هكا علاش بقات مضغوطه علاش بقات مضغوطه هذا الهواء كيبغي يدخل لا لحقش الهواء ورك عليها هنا فهمتي ولا لا راه هو غلب عليها لان كاين داخل الفراغ ما بقاتش حاجه لك لان الضغط الجوي قداش كاين فهمتي ولا لا شاد الضغط الجوي اللي عايش فيه هنا راه هو هذا راه مورك عليها شو كاش داير ليها فهمتي ولا لا تصور بحال دابا كون خدينا بوله بوله مثلا بوله تنعرفوا ديال الضوء البوله ديال الضوء بحال الشكل هاد البوله هادي اللي تنعرفوا ديال الضوء كيسليك بحال هكا هاد السليك اللي داخل تيتشعل نورمالمون خاصو يتحرق علاش ما تيتحرقش واش في الداخل ما كاينش الاكسجين لان ما كاينش الاكسجين لان الداخل ديالها فرغوها من الهواء فهمتي ولا لا ولكن القضيه فين كاينه علاش ما تفرقعاتش علاش ما ضغطاش لان هاد الدجاجه قاصحه فهمتي ولا اذا هذه دايره بواحد الشكل بحال الديكور ديال البيضه اللي بغيت توريك عليها ما غاداش تهرس لك فهمتي ولا اجي واخا تقدر تحط عليها اللي حطيتي إذا لهرستي ضربتيها ياك؟ آه يعني عندها تقنية ديالها باش تقدر تهرس ياك؟ إذا هذه دايرة بواحد الشكل بيضاوي يعني هذه هي مفرغة من الهواء ما خلوش فيها الهواء ياك؟ ولكن الريح ما استطاعش يدخل علاش؟ لأن خاصو واحد القوة كبر باش يقدر يهرس الدجاج. راه تيضربها بشي. بينما هذه استطاع الريح يضغط عليها ويورط عليها. حيتاش الجلدة ماشي قاسحة. ما قاسحاش فهمتي لا؟ امتى غتقدر تطلع الجلده امتى غتقدر تطلع الجلده تقدر توقف الا استطاع الهواء يدخل ملي غيدخل اش غيدير غادي كالي عليها فهمتي لا غادي تسرب بحال شي غنعطيك مثال بحالاش بحال دابا انت عندك فواحد الباصه ديال الماء ياك واحد الباصه ديال الماء ودخلتي قرعه خاويه في وسط الماء اش دير القرعه يعني غتهزك ولكن تورقت عليها اش غيدير الماء تورقت على دخلتيها صحه الماء تيبغي يدخل فهمتي ولا الماء تيقلبها منين يدخل
الوقيته اللي غدير حتى واحد الثقبه مثلا هنا ولا الثقبه هنا غادي يدخل 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 هذيك الساعه واش القرعه غتبقى تطلع؟ لا غتبقى تطلع. علاش؟ غتبقى تحجج الاصل صافي. لان الماء عمر البلاصه لداخل الجلده هي ملي وراكني علاش وقع. اه ملي وراكني عليها انه وقع دا فراغ لداخل وداك الهواء ضغطها فهمتي ولا؟ انت مثلا هاد مثلا الا خديتي مثلا نعطيك واحد المثال اخر. مثلا الا خديتي نفاخه دابا القرعه علاش ما باينش فيها هادشي مزيان؟ حيت قاصحه شيئا ما بالنسبه للماء. ناخذ مثلا نفاخه نفختيها ياك ودرتيها ودخلتيها للماء عرفتي اش غيوقع عليها؟ غتتبوظ غيوقع عليها بحال كوتي هي فيها الهواء ايه منفوخه. اذا اش غيوقع عليها؟ داك الماء غيعوج هاد النفاخه فهمتي ولا؟ علاش؟ لان داك الثقل ديال الماء باغي يعوض داك الهواء ديال النفاخه فهمتي ولا؟ حتى ماشي قاصحه. اه اذا كذلك بالنسبه لهاد هاد الجلده هي راه تماما بحال الشكل ديال النفاخه. غير هي النفاخه غتبان لينا هنا لان مع الماء ياك حيت ثقيل بالنسبه للقرعه ما غتبانش لينا. القرعه في الحقيقه ملي غتدخل الماء هي راه غتبدا تعوج. اه دابا غتدفع شنو غدير؟ ما تبقاش في لافورم ديالها. غير هي مع شي ان ما قاصحه بحال الشكل ديال البوله مع الهواء اللي عندنا هنا فهمتي؟ اه يعني انها قاصحه ما يقدرش داك الثقل ديالو يهرسها ياك؟ اذا فكذلك هاد القنينه الا دخلنا مثلا وسط ديال الماء يعني واخا غيوقع داك غدي فورما واحد شويه ولكن ما غيبانش ما غنديوهاش فيها. بينما الا دخلنا شي نفاخه مثلا شي مسبح او شي باسه ياك عامره بالماء غيبان لينا هاد الشكل هذا. يعني ان الماء غيضغط على النفاخه ياك؟ وغيبان لينا الحقيقه ديال هاد الشكل اللي عندنا هنا. يعني ان الهواء تيورك عليها. المثال تيتبين بواحد الشكل كبير هنا. اننا عندنا غد هاد القنين اللي تنشوفو هنا اننا من تنفخو عمرنا هواء انها تتبقى شاده لا فورم ديالها ياك شاده الشكل ديالها. في حين اننا من تنسحبو هاد المكبس وتنخويوها من الهواء اش تيوقع؟ الهواء تيمارس عليها واحد الضغط تيبغي يعمر داك الهواء اللي كان لداخل اللي كان هو اللي مطاكي فهمتي ولا؟ ديما فكر في الشخص اللي متكي على الحيط والاخر تيدفعو فهمتي ولا؟ اذا هذا الحيط هو هاد الداخل الدخلاني يعني كان هذاك الهواء مطاكي داك الهواء اللي برا يعني مخليها واقفه فهمتي ولا؟ وقد ما تنزيدو حنا ننفخوها تنطون ديوها بحال الكره تولي داك الهواء اللي داخل تيمارس ضغط اكثر من برا وبالتالي هذه تطون دام مزيان فهمتي ولا؟ لقيت اللي تنقصوا منا حنا الهواء اش تيوقع؟ تتخوى كتخوى الهواء في الاخر تلاد الهواء اللي هنايا كيبغي يدخل. اه صافي يعني بحال ما كايناش فهمتي ولا؟ داك الهواء ملي تتخوى انت الهواء تعتبر ما تيبقاش يحس به. علاش؟ بداك الثقل ديالو تعتبر ما كايناش وبالتالي غيديفورميها غيعوجها فهمتي؟ التجربه علاش هاد الورقه ما طاعش وعلاش الماء ما تخواش؟ حتى دابا تصور معايا عندنا واحد الباب ياك؟ عندنا واحد الباب هو هذا ديال المنزل ياك؟ اه تيتحل بهذا الشكل. مثلا المنزل هو هذا وهذا الباب ديالو هنا مثلا ياك؟ هذا الباب كان محلول بحال هكا ياك؟ اللي كان محلول بحال هكا بنادم يقدر يجي يدخل ياك يدخل عادي. دابا لنفرض بان هذا الباب جناه هنا ملي يجي غيجي بنادم بحال هكا بلا ما يجر ودفعو واش غيقدر يدخل؟ اش غيوقع له؟ شنو دابا لنفرض مثلا الباب هو هذا مسدود غير منفس واحد شويه هو محلول من هنا ولكن محلوله بهذ الزاويه اللي كاينه شتي؟ دابا جا بنادم بحال هكا بلا ما شد بلا بيدو بلا ما جرب لا والو فهمتي ولا؟ اذا شنو غيوقع له؟ واش غيتحل هذا؟ لا انا غنعطيك واحد بغينا ندخلوا لواحد القاعة غنقول لك هذه وقعت لينا حنا طلبة هذيك الساعة كنا حنا مجموعين هنا بزاف كانوا جاو شي دكاترة وبغينا نشوفوا كل شيء باغي يدخلوا والقاعة عامرة ياك؟ وجا واحد السيد هنا وبقى تيقول لنا ودي رجعوا اللور فهمتي؟ دابا الطلبة شنو وقع لهم؟ انهم كاين واحد الدروج عالي هنا بقيت نعقل عليه
كلشي هاد الطلبه غني يرجعوا. كان وكانت كان ممكن توقع عندنا قتل ديك الساعه فهمتي. المهم لان راه غادي يهجموا علينا هادو وهذا غيتسد والى تسد هذا وبنادم هبط كلشي هادي اللي هنا غيتخنق. هاد بنادم اللي راه عرفتي طالع واحد طلعه هو طلعه خايبه هنا فهمتي. المهم ملي هاد التلميذ هاد الطالب اللي شاد هاد الباب بقى سادو وبقاو هاد الطلبه اللي هنا تيعورطو بيه تيقول ما تحلش لان غادي عيب يحل عيب يحل غير ما غاديش يتحل الباب على حدو. غادي الدري كلشي غيبغي يدخل وغادي تسد الباب واش غيوقع؟ حتى واحد ما غيدخل. واش غيوقع؟ غيوقع واحد الضغط كبير هنا وكلشي اللي هنا غيموت الحمد لله. الطلبه كلهم اللي هنا غيموتوا. اذا اش وقع الطالب شنو دار؟ خلى تغفلهم هو يحل الباب بالزربه. عرفتي اش وقع؟ كاع اللي هنايا حسوا براسهم تلقاو راسهم لداخل تهزوا راسهم بلا ما بديك الزحام تهزوا بلا ما يعني بلا ما تمشاو بلا والو بديك ديك الضغط ديال بنادم اللي جاي فهمتيني لا. دابا لينا فريد مثلا كون هاد السيد دار راسو غادي يحل وما تحلش الباب اش غيوقع؟ غادي يجيب داك بنادم كله غيضرب في هاد الباب وغادي تسد ياك وغادي يوقع ضغط كبير غيقدروا الناس يموتوا كاع هنا. ولكن واش غيتحل الباب؟ واش غيدخل شي واحد؟ لا ما يدخلش. علاش؟ لان الباب تسد لان الباب ما تحلش كاع مره الا تتكون هنا مخارج خاص الباب تيتحل على مره على برا. علاش؟ واخا يدفعوا بنادم هنا غيبقى ديما محلول هنا. استاذ انا كبتو مهلا والباب محلول. دابا حنا عندنا دروج واحد عندنا دروج في واحد الجهه ها هنا فهمتي ولا كان عندنا الدروج في هاد الجهه ما كاينش من هنا. هاد البلاصه عاليه بحال هكا هنا من هنا راه غارقه غادي تتهبط لتحت. المهم نرجعوا للكاس اللي عندنا. دابا شتي انت الكاس اللي عندك هنا هو هذا ياك درنا ليه ورقه ها هو عامر ما هاد الماء باغي يخرج بحالو ياك ولكن الا خرج شنو خاصو يعوض؟ واشنو اللي غيعوضو؟ اه واشنو اللي غيعوضو باش يخرج؟ خاصو يعوض الهواء. اذا الهواء ملي غيبغي يدخل اش غيوقع؟ غيوقع له بحال الباب. اش غيدير؟ غيلقى هذيك المسدوده. اذا هذاك الماء باغي يخرج بحالو راه ثقيل والهواء باغي يدخل يعوضو. الهواء باغي يدخل يعوضو بواحد السرعه ما باغيش يتسنى. مشيتي تحيتي الورقه دغيا غيطلع والهواء غيطلع حتى فهمتي فهمتي. اذا شكون اللي مخلي هذا الهواء ما باغيش يتسنى؟ شكون هو؟ الضغط الجوي. كاين واحد الضغط فهمتي ولا واحد الضغط هنا شتي تيدفع في شي بحال الطلبه اللي قلت لك دابا بحال هنا كيبغيو يدفعوا الورقه بحال الديكور ديال الباب اللي هنا. اذا هاد انا كيدفعوا الناس هاد الضغط اللي هنا كلشي باغي يدخل. هاد الهواء هذا باغي يسبق هذا باغي يسبق هذا باغي يسبق. علاش؟ حيت الهواء الاخر تيدفع فيه حتى هو تيقول هو سير فهمتي ولا خاصهم يعمروا هاد البلاصه والماء باغي يخرج تيقول لهم عاد تسناوني خليني غنخرج. لا اذا شنو كاين المشكل؟ كاين الورقه هي اللي حابسه. راه ممكن كون ما كانش الورقه اش غيدير؟ غيخرج هاد الشويه اللي هنا وعاود يدخل الهواء يخرج واحد الشويه من هنا ويعاود يدخل الهواء ويبقى ديك باق 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 شويه فهمتي. قلت نشوفوا حنا ديال القرعه يعني راه شنو هذيك باق باق يعني تيخرج الهواء تيدخل الهواء وتيخرج الماء بشويه فهمتي ولا ماشي تيخرج كله فهمتي ولا. اذا تما الا لا خويتي انت القرعه بهذا الشكل مثلا تخوي انت القرعه تتميلها هوريزونطال بحال هذا الشكل ياك وتيكون الماء بحال هكا اش يوقع؟ ان الهواء تيدخل بشويه والماء تيتكب بشويه ما توقعش ديك القضيه ديال باق 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 فهمتي. شنو باق باق؟ يعني تتكون تخويتي مره الماء ولا واصل حتى لهنا يعني شنو خاص الهواء يدخل بعد هنا ملي يدخل تيدير داك الصوت باق باق فهمتي. تعاودي تلاح الماء باق تعاودي تلاح الماء باق تيدخل الهواء تعاودي. اما الا قاديتي بحال هكا غير بهذا الشكل الهواء تيدخل على راحته والماء تيخرج على راحته فهمتي بنظام. بينما في هذه الحاله ديال الورقه ان الهواء باغي يدخل يعني الورقه لعبت الدور ديال الهواء شاد الورقه على الكاس شد الورقه على الماء ضاغط على الكاس هي هذاك الشيء اللي كاينه علاه ما كتقلبك كتبقى مشدوده تتبقى مشدوده. راه الوقيته فاش قلبناها والهواء اش دير؟ الهواء راه ضاغط على الورقه باغي يدخل هو تيعرف يدخل ولكن شنو باغي يدخل؟ يعني تيلقى الورقه قدامه تيبقى دافع على الورقه قد ما هذا الماء باغي ينزل قد ما داك الهواء تيدفع من تحت وديما معمر الماء غيدخل. القنينه يدل على ان الهواء المحيط بها يمارس عليها ضغطا الهواء المحيط بها يمارس عليها ضغطا لا يتدفق محتوى الكأس لأن الهواء الخارجي يمارس على الورقة ضغطا أكبر من ضغط الماء
يعني الهواء اللي برا ياك كثر من الماء الداخل، كثر من الضغط ديال الماء، لان كون ضغط الماء غادي يخرج، ولكن الهواء كبر اكثر من الضغط ديالو كبر. يسمى الضغط الذي يمارسه الهواء الخارجي على الاجسام بالضغط الجوي، هو اللي عايشين فيه حنا دابا. يعني الضغط الجوي هو ماشي شي حاجه، الضغط الجوي هو الضغط ديال الهواء اللي محيط بالكره الارضيه، فهمتي؟ الكره الارضيه ككل، يعني بالكيلومترات اللي تنشوفوا فوق منا. تلتصق المحجمة بالحائط تحت تأثير الضغط الجوي، يعني إذا لصقات على الحائط علاش؟ تحت تأثير الضغط الجوي مورك عليها، فهمتي؟ مورك عليها وباغي يشد بلاصتها، يدين في نفس الوقت مورك عليها، هي مورك عليها باش يشد بلاصتها ديال الداخل، بما أنه مورك عليها هي شادة في الحائط، علاه ملاصقة مع الحائط؟ هو مورك عليها علاش؟ هو باش يعوض داك الفراغ ديال الداخل. ولكن ملي مورك عليها بقات هي هذا صعود مشروب في القشه اثناء تناوله، فاش يكون عندنا واحد الكاس ياك كاس مثلا ديال المناضه او ديال شي عصير الى اخره، تيكون عندنا كاس بهذا الشكل ياك، تنديرو واحد التويونه وتتمص. اذا شنو اللي تيخلي هذا المشروب يطلع هنا؟ الفراغ ديال الهواء لان هي كتمص. انت دابا مصيتي داك الفراغ ديال الهواء حيدتي من هنا، اذا شنو غيوقع؟ الضغط الجوي غيورك على هذا العصير، علاش؟ لانه باغي الضغط الجوي باغي يطلع يشد هذه البلاصه، لان انت ساد عليه من هذه البلاصه فمك، فهمتي؟ اذا هذا الضغط الجوي شنو باغي يورك على هذا العصير؟ يورك على العصير. باغي تيورك بحال الديكور ديال ديال الورقه. بحال الشكل ديال الورقه. اذا هذا العصير راه واقف الضغط الجوي بحال الشكل ديال الورقه، فهمتي؟ اذا بما انه هو تيورك على العصير، شنو العصير يطلع باش يشد يعمر هذا الفراغ اللي جريتي انت ديال الهواء، وبما انه تيورك على العصير، العصير تيطلع، فهمتي؟ ملي تنقولوا راه مورك على العصير، ماشي مورك عليه من هنا، راه هنا 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 مورك عليه بالتساوي، فهمتي؟ شويه في الوسط. مورك عليه قد 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 قد، يعني العصير غيمشي بحال المكبس، فهمتي؟ اذا العصير اش غيدير؟ غيطلع.